أهلا بكم وأبراج هذا اليوم الاثنين الموافق 20 من آيار مايو 2024. طبعا القمر في برج الميزان بدرجة 22 فقد تأثيره لصالح برج العقرب، وبالتأكيد أيضا يعني لا تزال الزاوية موجودة بين المريخ وبين القمر اللي هي تمثل زاوية 180، لكن في أواخرها وبالتأكيد أيضا راح تنتقل، يعني ينتقل القمر إلى العقرب ليصنع زاوية أخرى مع مجموعة كواكب اصطفاف كواكب اللي موجودة في العقرب. إذا خلونا نتعرف على مولود الخارطة الرقمية لهذا اليوم، يحمل الأرقام 266. هذا المولود يعاني كثيرا من التردد، يعاني كثيرا من معرفة الهدف، وبالتالي يحتاج إلى العون الكثير، ويبدو في فترات من حياته يعاني من مشاكل صحية نتيجة التأثير النفسي الذي يعانيه هذا المولود لوحده، فبالتالي هذه نقطة لازم دائما العائلة تأخذها بنظر الاعتبار. طبعا اليوم طلابنا يجتازون اختبارات، الحالة الفلكية لا تمنح ولا تعطل. ليش؟ إنه حالة طبيعية جدا، فبالتالي الجميع يستطيع أن يعني يبذل قصارى جهده، وأيضا أن لذاكرة أكيد هو راح يكون حاضر في ذاكرته لهذا اليوم. خلونا نتعرف على توقعات الأبراج. الحمل الأمور تبدو أفضل وإيجابيا، تبدو أيضا في حالة من الاستجابة لمتطلباتكم، حالتكم النفسية في حالة جيدة، هناك تغييرات قادمة ستشعرون بها لاحقا، وهناك فرص كبيرة لدى أصحاب برج الحمل. الثور في ظل أجواء تبدو أيضا جيدة، لكن ينتابنا شعور بين فترة وأخرى، يعني بين كل ساعتين، أن هناك ربما مجموعة من الأفكار والقرارات نرغب باتخاذها لكن ليست لدينا القدرة أن نتخذها خلال هذا اليوم تحديدا. الجوزاء أيضا نميل إلى الواقعية أكثر هذا اليوم، وأيضا نبدو أكثر ربما حذرا في أعمالنا، في علاقاتنا مع الآخرين، وبالتأكيد اليوم ربما نبدو متقلبي المزاج. السرطان نبدو في حالة جيدة عصر هذا اليوم، وأيضا ننتقل لأداء أشياء جديدة، ربما هوايات قد نمارس هوايات جديدة، والبعض ربما أيضا قد يقوم بزيارة لأحد أحبائه أو لأحد أقربائه، والبعض ربما قد يقوم بسفر. الأسد نبدو هذا اليوم في حالة من ربما الشد النفسي، ونتصل بالآخرين لكن قد لا نحصل على نتائج واضحة، لا نحصل على إجابات واضحة، لذلك يفضل ترك الأمور إلى أوقات أخرى. العذراء نبدو في حالة جيدة هذا اليوم، هناك وضع أفضل نفسيا، استطيع القيام بنوع من التغييرات، يمكننا هذا اليوم تجربة بعض الأمور، وأيضا الطلاب الدارسين وضع جيد وإيجابي. أصحاب برج الميزان تنتقل ربما يعني رغبتنا في البحث عن مصادر المال، عن مصادر ربما استثمار، نحاول أن نحقق إيرادات أعلى خلال هذا اليوم واليوم القادم، فبالتالي الفرص متاحة في هذا الاتجاه. العقرب نبدأ باستعادة طاقتنا، نشعر أننا في حالة جيدة، ونخرج مساء هذا اليوم من فترة الانحطاط التكويني لنبدأ مرحلة جديدة، ربما هناك زيادة في فرص الارتباط العاطفي. القوس اليوم نشعر بحالة من الضغط، لسنا مؤهلين لإدارة أمورنا بشكل جيد في العائلة، في العمل، في أكثر من اتجاه، يفضل عدم القيام أيضا بمبادرة قد تأتي نتائجها سلبية لاحقا. الجدي وضع إيجابي على صعيد الآخرين، يعني كل ما يربطنا بالآخرين جيد، لكن بحدود معينة، نحاول قدر المستطاع أن نتفهم القضايا اللي نمر بها حاليا، أنه الفترة الزمنية ليست لا تمنحنا طاقة كاملة، بالعكس ربما تجزئ لنا الأمور، وهذه نقطة علينا فهمها. الدلو علينا أن ننتبه لنقاشاتنا مع رؤسائنا في العمل، علينا أن ننتبه في الطرقات، علينا أن ننتبه أيضا في مطالبنا خلال هذا اليوم، وأيضا أن نستفيد من الوقت القادم تحديدا. أخيرا أصحاب برج الحوت لدينا الرغبة أو لدينا القدرة أو لدينا الفرصة في القيام بسفر أو بتغيير، قد يكون التغيير محدود ليس بالتغيير الكبير، وعليكم أيضا أن تجتازون هذا اليوم الاختبارات بشكل جيد. أكيد الله أعلم بذلك. مشاهدينا عودة للزملاء لكن بعد الفاصل.